بالإضافة إلى كثافتها. في هذا الإطار بناخد كل الاستعدادات الحزمة للتعامل معاها. وبالفعل إحنا حاليا في فصل الخريف وفصل الشتاء اللي بيكون فيهم نسبة كبيرة من سقوط الأمطار. خلال توقعات الفترة دي إنه متوقع سقوط أمطار على سيناء طبعا، وبالإضافة إلى السواحل الشمالية والسواحل الغربية ومناطق غرب الدلتا. وعلى أساسه وزارة الموارد المائية ورفع حالة الاستعداد والطوارئ داخل أجهزة كافة أجهزة الوزارة بالتعاون التنسيق طبعا في الدولة. أبرز الخطوات اللي إحنا بنتبعها إن إحنا بنتعامل مع موسم الأمطار والسيول على 3 مراحل أو 3 محاور أساسية، هي فترة الاستعداد ما قبل الأمطار وفترة التعامل مع الأزمة نفسها وما يتبعها بقى في المرحلة الثالثة، هي الصيانة وتقديم الأداء وطبعا الاستفادة من كل الدروس اللي تم تنفيذها خلال فترة الأمطار. تمام. هل في هذه الحزمة اللي بتستعدوا بيها كوزارة الري، يعني اللي بتقدموه للفلاح أو المزارع أو أصحاب المزارع عموما، حتى الداجنة والسمكية ويعني الزراعية والحيوانية؟ كل ما في الامر يا فندم، بالتاكيد احنا هدفنا الرئيسي من اولوياتنا والحفاظ على كل نقطه ميه والاستفاده منها علشان نوفرها زي ما حضرتك ذكرتي لكل المواطنين لكافه الاستخدامات المختلفه. في نقطه، النقطه الثانيه الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم تمام. وحمايتهم من اخطار السيول والامطار. يمكن الحمد لله يعني 2016 لم تتكرر ما تم، وده ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى من ربنا يوفقنا ان احنا نتجنب كل المخاطر اللي حصلت زي 2016 اللي كان في فؤاد غارب، او بتتكلم عن مثلا اللي حصل في غرب الدلتا في اسكندريه في 2015 وغيره. فبالتالي احنا كل ما يكون الامر بنكون حريصين على الاستفاده من كل نقطه، ونفس الامر تجنب وتحويل تلك المحنه الى منحه ربانيه نستفيد منها ان شاء الله. هي فعلا منحة ربانية وإن شاء الله رزق كبير لمصر، إن شاء الله يمر من غير أي أضرار. يعني بإذن الله يا فندم. في رقم ساخن ممكن يتواصل بيه المواطنين معاكم؟ وزارة الموارد المائية والري هي في كل الأحوال هي طوال الساعة، وكمان عندنا صفحة الوزارة وصفحة المتحدث الرسمي للوزارة، بيكون تواصل بشكل مستمر. وطبعا غير إن إحنا في خطة رقم الخط الساخن للشكاوى الحكومية، أو يقدروا إن هم يتواصلوا مع أي إدارة من الإدارات الـ7 الوزارة سواء في المحافظات أو الـ مكتب الوزير لتلقي شكاوى من خدمة المواطنين. كل دي سبل نقدر من خلالها نتواصل مع المواطن ونحل مشكلته في أي وقت. تمام. نشكر حضرتك المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، شكرا جزيلا.